اسمي صباح يسري، وزني 110، طولي 152 سنتي، بعاني من سمنه مفرطه والحمل اتاخر بسببها، والدكتور قال لي لازم اخس. حاولت كتير مع الرجيم ما عرفتش، فشلت وشفت دكتور كريم في التلفزيون بالصدفه، وشفت الاوزان الكتير اللي عملها والحالات الصحيه، عشان انا بعاني من روماتيزم على القلب ومشاكل في الكبد. ورحت له وطمني ورحب بحالتي وقف جنبي، وان شاء الله هعمل عمليه قريب تكميم معده، واشوفكم قريب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. الحقيقه طبعا احنا النهارده في مجموعه من العمليات كتيره جدا، في تكميمات، في تحويلات. التحويل او التكميم او التحويل والتكميم او تحويل مسار الاثنى عشر هي من ضمن العمليات التي تهدف الى انقاص الوزن. الحقيقه طبعا استاذه سماح وزنها 108 كيلو، احنا مش لازم يكون وزننا فوق ال 160 كيلو، فوق ال 200 كيلو عشان نبتدي نعمل عمليه، لا، احنا طبقا للاعراف الطبيه كلها ان معامل كتل الجسم لو قسمنا طولنا وزننا على طولنا مرتين المفروض يطلع رقم اكتر من 35، ونكون ابتدينا نشتكي من السمنه ساعتها نعمل العمليه. يعني ربما يكون الواحد وزنه 90 كيلو وطوله 150 سنتي، ربما يكون واحد وزنه 100 كيلو، فما نستناش بقى لحد ما يبقى وزننا يوصل 200 كيلو. فاحنا النهارده هنوريكم اوزان كتيره جدا وعمليات كتيره، يعني فرايتيز كتيره جدا، لكن احنا ما ننتظرش لحد السمنه ما تتمكن مننا، لحد ما نكون اصبنا بالضغط، اصبنا بالسكر، اصبنا بمشاكل في الانجاب، اصبنا بمشاكل قد تكون اجتماعيه من الدرجه الاولى، لكن معظم الاوزان، ويمكن في حاجات كمان يكون اوزان اقل من كده بكتير ويكون عندهم مشاكل في شغلهم. يعني في ناس ممكن تترفد من شغلها او تطلق، يعني يمكن في ناس بتجيلنا كده فعلا عندهم مشاكل اجتماعيه قد تصل الى الطلاق، ومشاكل اجتماعيه قد تصل الى يعني بيت بي بي يعني بي اجتماعيا بيبقى فيه مشكله. عشان كده احنا العمليات انقاص الوزن هي عمليات فعاله بتجرى خلال بالمنظار، خلال فتحات صغيره، اقامه يوم او اقل من يوم، يعني اقل من يوم ان شاء الله بتكون يعني في بيتك، بتقعد يومين في البيت وتنزل شغلك عادي، لان هي طبعا عمليات بالمنظار. التكميم المعده من العمليات السهله، هنشوفها دلوقتي في العمليات وبعد العمليات هنطمنكم عليها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها ل يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برده 6 سم الى ان تنتهي المعده. خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هم ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برده بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برده 6 سم، بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية. ده جهاز الليجاشور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة آمنة، ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة ابديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج.
دي طبعا المعده اللي احنا بنفصلها عن مجموعه الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوته من عيان لعيان حسب الاوزان. ودي طبعا احنا لازم نفصل المعده عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعده الى جزئين، المعده الجديده والمعده المتبقيه او دي قبه المعده وده جسم المعده ونهايه المعده اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبه قد تصل الى 80%. دي الطريقه اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزه الكي ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعده زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطه باستخدام كل التقنيات الحديثه. الخطوه الثانيه من العمليه ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعده اللي احنا هنسيبه، نحط شاشه ونسيبها لنهايه العمليه. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعده على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعده عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقه اللي هي تكميم المعده. احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا، في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده، بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي؟ بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي سماح يسري، عندي 25 سنة وطولي 152 سنتي، لسه عاملة العملية حالا تكميم معدة مع دكتور كريم صبري، وانا كويسة جدا وتمشيت ودخلت الحمام وكله تمام، واي حد حابب يعمل العملية ما يخافش ما فيهاش خطورة وكله تمام. وانا بشكر دكتور كريم صبري ان هو وقف جنبي وساعدني ان انا اعمل العملية، ومهما اقول مش هقدر اوصف شكري لدكتور كريم صبري. وزي ما كنا مع بعض النهارده شفنا سماح كانت يعني عملت تكميم معده، هي عمليه سهله بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، هي بقى لها فتره قصيره جدا ما بعد العمليه. انت بقالك قد ايه تقريبا؟ بقى لها ساعتين، المفروض بتتمشى دلوقتي، بعد 6 ساعات بتبتدي تشرب، تاني يوم يعني قبل مرور 24 ساعه بتبتدي تروح البيت. احنا بنمشيهم على سوائل وزبادي وجيل وعصائر طبيعيه بسكر دايت وعصائر بيور لمده اسبوع 10 ايام. بعد كده ال 20 يوم بقيه الشهر الاول بنمشي على اكل يعني يفضل ان هو يكون ممضوغ كويس جدا، بندي لهم تعليمات واضحه جدا. ممكن ننزل شغلنا في خلال 3 ايام، يعني بكره تروح بالسلامه البيت يومين اثنين وتنزل شغلها عادي جدا، لو في اي شغل ممكن تسوق ممكن تتحرك ممكن يعني تمارس حياتها الطبيعيه عادي جدا في خلال 3 ايام. عايز اوصل رساله اقول ان عمليات السمنه سواء تكميم المعده زي ما شفت معانا النهارده او تحويل المسار او يمكن عمليات اصلاح فشل جراحات السمنه السابقه، كلها جراحات تجرى بالمنظار، هي جراحات امنه،
الريهابيليتيشن زي انتم بتشوفين جميل جدا، يعني الامور عاديه جدا، ما فيش فتح جراحي خالص، احنا كل العمليات بتجرى بالمنظار، حتى اصعب الحالات في الاوزان الكبيره زي ما هتشوفوا بعد شويه كل الحاجات دي بتتعمل بالمنظار خلال فترات صغيره جدا قد لا تتعدى الساعه من بدايه البنج لنهايته. الافاقه بعد ساعتين زي ما انتم شايفين الامور سهله جدا، وبنتمنى لكل الناس التوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي سماح يسري، عندي 25 سنه، وزني قبل العملية كان 110. في خلال 3 شهور بعد عمل العملية خسيت 25 كيلو، فرقوا معايا كتير في كل حاجة، في شكلي وفي لبسي وفي طريقتي وفي كل حاجة، بقيت أقدر أتحرك، بقيت أقدر أمشي، ومبسوطة جدا بالنتائج دي، ومبسوطة جدا باللي أنا وصلت له. وكان عندي روماتيزم على القلب ما بقيتش أشتكي منه، وروماتيزم على رجلي ما بقيتش أخد البنسلين ولا أي حاجة، وبشكر دكتور كريم ان هو وقف جنبي وغير لي حياتي للاحسن. لو عملنا إحصائية كده في كل أسرة وشفنا كم واحد في الأسرة دي عنده مشاكل في الشعر هنلاقيهم كتير، يعني هنلاقيهم عاديين نص الأسرة ممكن يبقى عندها مشاكل في الشعر، سواء بقى، وعلى فكرة الأعمار بتختلف، يعني ممكن نلاقي من أطفال صغيرين عندهم مشاكل، 15 و16 سنة عندهم مشاكل، سيدة مثلا في فترة الرضاعة أو بتعمل دايت أو عندها مشكلة نفسية هنلاقي عندها مشاكل، أو حتى مشكلة مرضية، الرجال ومشكلة بداية الصلع والشعر اللي بيقع، فهلاقي ناس كتير قوي عندها مشاكل في الشعر. يعني مفيش، دايما بقول مفيش بيت بيخلى من فرد عنده مشكله في شعره، وحتى لو مفيش كتير، لا احنا بيبقى علينا، مر علينا اوقات كتير قوي مرينا بالمشاكل دي في شعرنا، وممكن تكون اتعالجت وممكن تكون لسه ما اتعالجتش. من المهم جدا ان احنا نستخدم مستحضرات محترمه وكويسه للعنايه بالشعر، وانا النهارده هتكلم عن يمكن اقوى مستحضر علاجي خاص بالشعر وللعنايه خاص بالعنايه بالشعر، وهو ساينو ماسي هير، اللي هنعرف معلومات اكتر عنه النهارده مع ضيفنا العزيز دكتور احمد رشاد، احد اعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير. اهلا يا دكتور احمد. اهلا يا ابني. ازيك؟ اهلا بحضرتك. انا بعد ما جربت ساينو ماسي هير يعني الحقيقه اعتبرت ان هو اقوى حاجه، يعني يمكن انا من الناس الدقيقه قوي في الحاجات بقى بتاعه الشعر ومش عارفه ايه، بس ساينو ماسي هير من اقوى الحاجات فعلا اللي جابت نتيجه، خاصه مع التساقط وعدم طول الشعر. فاتكلمنا بقى عن مكونات ساينو ماسي هير وايه الوظائف اللي بيعالجها ساينو ماسي هير. هو ساينو ماسي هير انا شخصيا بعتبره ثوره في مجال مستحضرات العنايه بالشعر حقيقه، سواء على مستوى التصنيع او على مستوى التركيبه نفسها او على مستوى الجوده، يعني على كل المستويات بصراحه هو حاجه عالميه، منتج عالمي بيضاهي كل المستويات العالميه. بالنسبه طبعا للمشاكل واستكمالا زي ما حضرتك قلتيها، انا مش بقول 50% من الناس، انا بقول ممكن اكتر من 80%. لا خليهم 90 لان فعلا يعني بالظبط نسبه كبيره جدا. في حاجات اسباب كتيره جدا بتعمل مشاكل للشعر، ومشكله التساقط دي مشكله شائعه بشكل اكتر ما احنا كمان متخيلين. هقول لحضرتك اسباب يعني ممكن يكون ناس كتير قوي ما عندهاش فكره عنها. عندي مثلا سبب زي الناس مرضى الضغط. شوفي حضرتك بيوقع الشعر؟ طبعا يا خبر ابيض، ضغط الدم نص الناس عندها الضغط. ايوه شوف انت حضرتك نسبة المرضى بالضغط في كإحصاء كده قد ايه؟ ايوه الناس أيوه. دي كلها بتعاني من تساقط الشعر. لأن علميا مثبت إن ضغط الدم المرتفع بيسقط الشعر، حاجة كمان ارتفاع نسبة الكوليسترول، وده مفيش أكتر منه، ده برضو من الحاجات اللي بتوقع الشعر. حاجة كمان زي بعض أنواع حبوب منع الحمل، في سيدات كتير قوي ماشية عليها كوسيلة لتنظيم النسل. صحيح. فدي برضو في بعض الأنواع منها بتزود موضوع تساقط الشعر. هو كفاية بعد الحمل أصلا. بالظبط يعني هو كده. في الحمل بيتظبط
بعد الولاده بقى بيقع وكمان بيقع بشكل سريع بالظبط. حتى فتره التساقط بشكل سريع جدا. طب ساينو مسهير بيعالج يعني ينفع مع الناس اللي شعرها بيقع لاي سبب؟ لاي سبب ايا كان، سواء اي سبب، سبب عضوي زي ما قلنا قبل كده، سبب نفسي، او التساقط الصلع الوراثي نتيجة الإنزيم المعين أو الهرمون المسؤول عن كده في الجسم اللي بيتم تنشيطه. عندي ساينوماسي هير، مادة الساو بالميتو يعني بتكسر لي العملية دي من نصها كده، اللي هي بتسبب تساقط الشعر عن طريق إن هي بتوقف الإنزيم الأساسي المسؤول عن موضوع تساقط الشعر. هو أنا عاوز أقول للناس حاجة بس، الشعر مشاكله ما تستنوش عليها لحظة، يعني لأنه اللي بيفقد منه صعب إن هو يرجع تاني بالزبط. فالشعر ده من الحاجات الحساسه جدا، اللي انت او انتي لو حسيتوا في اي وقت انه في مشكله بدات على طول تبداوا ان انتوا تتجهوا للحاجات اللي بتعالج بقى بالظبط. انا عاوزه اعرف السكس اكشنز بتاعت ساينو ماسي هير، يعني ايه المشاكل اللي ممكن يعالجها؟ اوكي نبدا مثلا يعني انا المره دي هبدا من الاخر. اوكي تمام. بريفنت دراي اند راف هير، عندي ساينوماسي هير بيحتوي على كذا عنصر او اكتر من عنصر بيشتغل على النقطه دي تحديدا، اللي هي الشعر الجاف والتالف بالظبط. عندي مثلا ماده زي البانسينول. البانسينول من المواد اللي بتمتص بكفاءه عاليه جدا من الشعر. أوكي. وكمان طبعا زي ما قلنا قبل كده تقنيه النانو تكنولوجي اللي استخدمت في التصنيع خلت لي حجم الجزيئات صغير جدا. فبالاضافه لكده الامتصاص بقى اسرع واحسن كمان. مفيش طبقة دهنية طبعا؟ لا بتتسابق يعني، لا. في ناس بتعاني انه لما بتحطوا اي مستحضر ده من اكبر دهنية. المميزات ان انا عندي بعد استخدام ساينوماسي هير ما بحسش بتزييد في الشعر. اوكي. طبقة دهنية مفيش الكلام ده خالص. زي ما قلنا البانسينول من المواد اللي ليها دور كويس جدا، اولا في تغذية الشعر، تاني حاجة ان هي زي ما تقول بتغلف الشعر بطبقة طبقة حماية. الطبقة دي ليها وظيفتين، طبق الوظيفة الأولى الحماية، بتحميل الشعر من العوامل الضارة اللي ممكن يتعرض لها، سواء بقى عوامل جوية، رطوبة، حر وخلافه. تمام. الحاجة التانية ان هي السشوار بالظبط، اي ضرر بقى سواء فيزيائي او كيميائي. أوكي. او التعرض اللي احنا الحاجات اللي احنا بنقابلها في يومنا. تاني حاجة ان طبقة الحماية دي او الغلاف ده بيزود لي سمك الشعر وكثافة الشعر بنسبة 10%. بيزود سمك الشعر وده بيتقل الشعر. الشعر الرفيع ده مأساة. في ناس شعرايتها رفيعه خفيفه ما بتتحملش اي حاجه بالظبط. فانه كل هو يزود السمك بتاع الشعرايه من خلال الطبقه اللي الغلاف اللي بيعمله ده، فدي حاجه برضه ده بينعكس ان هو بيزود لي كثافه الشعر ويدي ايحاء انه الشعر ده تقيل بالظبط. فتله الشعر نفسها بتبقى سميكه. ده حقيقي بالظبط. عندي برضو ماده تاني زي السايميسيكون. السايميسيكون من الحاجات برضو بتعمل برضو طبقه حماية أخرى إضافية تانية برضو للشعر، وفي نفس الوقت هي برضو بتحميلي الشعر من العوامل برضو اللي ممكن يتعرض لها. عندي برضو بعض الحاجات اللي بتعمل ترطيب للشعر، ليونة، لمعان. كل ده موجود في ساينوماسي هير؟ كل ده موجود في ساينوماسي هير طبعا. طبعا. إيه الحاجة في طبعا حاجة خاصة بالشعر اللي بيقع أو الشعر الخفيف؟ طبعا. صح؟ طبعا. يعني زي ما قلنا لحضرتك الشعر اللي بيقع زي ما قلنا مادة الساو بالميتو. اوكي. هي المكون الاساسي او المادة الفعالة الاساسية اللي بتعالج نقطة سقوط الشعر. ناخد الاكشن الثاني بريفنت شيكينج هير، بتمنع تشابك الشعر. دي مأساة برضه على فكرة. بالظبط. ناس كتير بتشتكي منها وقت ما بتيجي تعمل ستايلات مختلفة للشعر، عايزة تسرح شعرها. موضوع تشابك الشعر بيبقى مزعج جدا. انا عندي الحمد لله ماسي هير اضلي على المشكله دي تمام. عن طريق ان هو بيزود لي ليونه الشعر. بيزود لي اللمعان بتاع الشعر. بيخلي الشعر بيغذي فروه الراس. ده مهم جدا انه بيمنع التساقط. يعني التساقط ده ماساه. يعني بالزبط. في ناس كتير بتعمل كده تلاقي الشعر بطوله بينزل في ايديها، ولا تيجي تاخد شاور تلاقي شعرها بطوله بينزل. بالظبط. فكون ان هم يستخدموا حاجه تمنع التساقط ده دي حاجه كويسه هو جدا. هو كمان مش بس بيمنع التساقط، يعني ساينوماسي هير من مش فكره بس ان هو بيعالج. ده كمان يعتبر مستحضر تجميل. بيجمل لي الشعر. بيدي لي مظهر للشعر بجد بيبقى حاجه جميله جدا. والفرق بيبان بسرعه. النتيجه بتبان بعد قد ايه؟ يعني بالنسبه لتساقط الشعر في اول اسبوع ببتدي احس بالفرق. التساقط بيقف تماما. طيب بعد كده بالاسابيع اللي بعد كده الثاني والثالث ببتدي اشوف الشعر الصغير بقى بيطلع وكثافه الشعر بتبتدي يتقل. للناس بقى اللي بتشتكي من موضوع الشعر الخفيف. من الاسبوع الثاني والثالث ابتدي احس واشوف فعلا الشعر ابتدى يتقل، المناطق الخفيفه ابتدى الشعر يظهر فيها الشعر الصغير. الشعر الصغير ده بالظبط.
ما هو ده علامه كويسه انه يظهر الشعر الصغير طبعا. ده معنى كده انه جايب مفعول كويس طبعا. بالنسبه للاثر العلاجي الكامل بيبقى في 3 شهور، خلال 3 شهور من الاستخدام، لان ده طبعا زي ما قلنا قبل كده ان ده هي دوره الحياه الطبيعيه للشعر. طيب يعني قلت لي قبل كده انه في ميزه يمكن مش موجوده في حاجه تانية، وعشان الناس اللي بتسال ايه اللي يميزه عن اي حاجه في مستحضرات الشعر كتير، انه شعر ما بيقعش بعد ما توقف استخدام. لانه في منتجات كتير قوي بعد ما بتوقفوا استخدامها الشعر بيرجع يقع تاني. بالظبط. ده ما فيهوش لا ما فيهوش طبعا ده. المشكله دي اولا ساينوماسي هير، ودي انا بعتبرها الميزه الكبرى، انه كله مصنع من مستخلصات عشبيه طبيعي 100% بدون كيميكالز. دي حاجه طبعا ادفانتج تصالحه كويسه جدا طبعا. اكيد انا عندي حاجه خاليه من الكيماويات، حاجه طبيعيه جايه من الطبيعه بفعاليه قويه وفي امان كامل، ودي نقطة مهمة جدا ان هي آمنة الاستخدام بشكل بنسبة 100%. والشعر الأبيض أخباره إيه؟ كنت قلت لي الشعر الأبيض بالظبط. أنا عندي مادة الروزميري يعني ليها أكشنز كتير. من ضمنها ان هي بتأخر لي ظهور الشعر الأبيض في الناس اللي هو بيظهر لهم في وقت مبكر، الشباب. في ناس بيبقى عندهم العامل الوراثي في الشعر الأبيض بيبتدي يظهر في سن الثلاثينات في السن الصغير ده. فعندي ماده الروزميري اللي داخله في تكوين ساينوماسي هير بتبتدي تاخر لي عمليه ظهور الشعر الابيض ده. طيب دي حاجه ودي من ضمن الاكشنز الجميله جدا برضه في ساينوماسي هير. اكيد يعني مختلف. مختلف يعني في حاجات مختلفه عن اي حاجه احنا لو هنقولها بيتميز بلا بيتميز بحاجات كتيره جدا مش موجوده في اي منتج تاني متوفر. طب طريقه استخدامه ازاي بتكون يا دكتور؟ احنا بنستخدمه مره واحده بس، ودي برضه من ضمن الحاجات المميزات ان هو بيستخدم مره واحده، استخدامه سهل جدا. بستخدمه مرة واحدة بالليل مساء. برش من 4 لـ6 بخات على البخات على فروة راس جافة تماما، وابتدي اوزعه بشكل كويس على فروة الراس كلها، وابتدي اركز بس على الاماكن اللي فيها الضرر اكبر شوية. يعني الاماكن ساعات بتبقى دي مثلا بالظبط في مناطق معينة كده الضرر فيها أكتر خفيفة شوية اكتر عن اللي حواليها، فابتدي بس اركز فيها. تركز شوية تدليك بقى شوية. يعني الواحد بالظبط تدليك يبقى كويس على زي ما قلنا يتوزع على فروة الراس كلها، بس المناطق اللي هي بتبقى فيها الدامج اكبر شوية بنبتدي ايه يعني نوزع عليها بشكل اكتر شوية، وما بنغسلش طبعا، احنا ما بنغسلوش. هو طبيعي انه يعني مش الطبيعي، هو علميا يعني بيتهيألي الشعر يتغسل قد ايه يعني؟ يعني هو المعدل الصحي لغسل الشعر من 2 لـ3 في الاسبوع، وانا شخصيا بشجع 2 بس. لان طبعا زي ما قلنا قبل كده ربنا خلق لنا مجموعه زيوت طبيعيه بتنتجها فروه الراس جميله جدا للشعر. فانا مع تكرار الغسيل الكتير ده بيبتدي الشعر الزيوت دي يفقد الزيوت دي ويجف بالزبط. كمان طيب هل بقى بيتعارض مع اي نوع شامبو او اي صبغه او اي فرد او اي استهلاك غير ادمي للشعر زي ما بنعمل تماما؟ يعني ساينوماسي هير لا يتعارض مع اي منتج يخص العنايه بالشعر. بل بالعكس انا عندي ساينوماسي هير ممكن يعني مع استخدامه بيعالج لي اي ضرر ممكن ينتج عن استخدام المستحضرات الثانيه اللي بتحتوي على كيميكالز او احيانا الحاجات اللي مش على مستوى جوده عالي برضو هكذا، او الحاجات اللي بتعمل تلف للشعر زي مستحضرات فرد الشعر. الحاجات دي هي اوقات بتدي نتيجه كويسه في حكايه فرد الشعر، بس برضو على بتدمر ده بتدمر فروه الشعر. هي بيبان ان هي يبان قدام الواحد ان ده فردت شعر، بس هو ما يعرفش ان عمل دمار رهيب للشعر، لبنة الشعر، البروتين بتاع الشعر نفسه. انا عندي بقى ساينوماسي هير بيصلح لي كل ده. ما انا شايفه الازازه كبيره مش صغيره. لا كبيره طبعا يعني عبوه محترمه يعني. لا كويس تكفي استخدام 6 شهور. طب حلو قوي. يعني كويس ان هي كمان الحجم بتاعها كبير، لانه في ناس كتير بتقول انا طب بعد ما بطلها هرجع مثلا اشتري تاني او انا شخصيا انا ما بنصحش بتبطيله. انا دلوقتي احنا كده بنجيب مستحضرات كتير قوي للعنايه بالشعر نستخدمها بالظبط كتير. انا اوفر كل ده وهي حاجه واحده بس. خاصة الناس اللي بتعاني بالزبط. الناس اللي عندها أنا خلصت مشاكل مرحلة شعرها العلاج. اللي بيقع وخفيف والكلام ده كله خلصت مرحلة العلاج، المرحلة اللي بعد كده أحافظ أحمي أعمل وقاية للشعر كمان كحاجة تجميلية بقى، لما يديني لمعان للشعر حيوية للشعر شكل كويس للشعر ده كله يعني أنا أستخدمه كعلاج وكتجميل كمان وكتجميل وكوقاية وحماية للشعر كمان، زي ما قلنا المواد الفعالة اللي فيه بتغلف للشعر بطبقة حماية بتغطيهولي بتحميه من كل العوامل اللي ممكن يتعرض لها اللي ممكن تسبب له تلف او تساقط او ايا كان. طيب الناس تحصل على ماسي هير ازاي؟ زي الارقام اللي قدام حضراتكم على الشاشه
بتكلمونا المنتج بيوصل لحد البيت في نفس اليوم او بحد اكثر ثاني يوم، يعني بيبقى خلال ال 24 ساعه. وطبعا لو في حاله اي استفسار او سؤال الكول سنتر شغال 24 ساعه. ساينو ماسي هير يعني انا شخصيا زي ما قلت قبل كده بعتبره ثوره في مجال منتجات العنايه بالشعر. طيب. وفي نقطه كمان كنت عايز اوضحها برضه في قصه الناس اللي مرضى الضغط اللي قلنا بيسقط لهم الشعر. انا عندي داخل في تكوين ساينو ماسي هير عنصر الجينسنج، اكيد كلنا سمعنا عنه. الجينسنج طبعا مستخلص نباتي من الحاجات اللي ليها فعاليه في علاج حاجات كتيره جدا. دوره هنا في ساينو ماسي هير احنا قلنا ضغط الدم العالي بيبتدي يسبب لي تساقط الشعر. بالظبط. انا عندي ساينو ماسي هير عنصر الجينسنج ده بيقلل ضغط الدم في فروه الراس. منها حلو. طبعا بيعالج لي قصه الناس اللي عندها ضغط واللي بيسبب تساقط. تاني حاجه بيحسن لي كفاءه الدوره الدمويه في فروه الراس، بيديني غذاء اكتر للشعر، بيخلي الدم اللي يوصل للشعر يوصل بشكل احسن وشكل سلس، يبتدي يغذي لي فروه الراس. غير كده كمان ان عنصر الجينسنج من الحاجات اللي بتمنع موت الخلايا في فروه الراس، وبالتالي بتزود لي عدد الخلايا في فروه الراس. واحلى حاجه قلتوها قبل كده انه بيطلع شعرتين بالظبط في البصيله، شعرتين. انا شخصيا بعتبرها معجزه. تمام. ان هو البصيله الواحده تطلع شعرتين، فطبعا ده بيساهم في ان يديني كثافه للشعر كويسه جدا للناس اللي بتشتكي من مشكله الشعر الخفيف. انا بشكرك على وجودك معايا دكتور احمد النهارده، دكتور احمد رشاد. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرات ثانيه بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. هحكي لكم حكاية. دي ندى بقالها كتير قوي نفسها تخس، وعندها مشكلة في منطقة البطن والأجناب والظهر، والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس. حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه، وطبعا اللبس ده اللي بيلم الدنيا ويداري الديفوهات زي ما بنقول. حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات اكبر من سنها، وطبعا ابعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه المايو اللي بتحبه،
من كتر ما كانت زهقانة فقدت الأمل وبقت تاكل أكتر من الأول لأنها مش عارفة تخس ولا تعمل دايت. دي ما كانتش بتعرف تحط رجل على رجل، كانت ما بتحبش تنزل من البيت، وده كله بيرجع لثقتها اللي كانت مهزوزة بنفسها وشبه مش موجودة أصلا. وجي يوم كان نقطة تحول في حياتها، وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقت المركز الطبي الدولي وحالات بتتكلم عن عملية شفط الدهون، وفعلا راحت المركز الطبي الدولي وقابلت الدكتور. وأقنعها بالعملية وعملتها. بصراحة ما كانتش مصدقة انها تشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة، بس بعد 10 ايام ندى بقت واحدة تانية خالص. دي بقت تعرف تحط رجل على رجل. وبتنام لحد ما بتشبع نوم. وطبعا سيبكوا من كل اللي فات، دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحبه. أول المركز الطبي الدولي. شكرا للمركز الطبي الدولي اللي رجع لها ثقتها في نفسها مرة تانية. يعني ايه نحت القوام، وازاي بيتم نحت القوام ده، وايه الادوات المستخدمة في نحت القوام، ويعني ايه برضو اعادة تنسيق القوام. يعني احنا بنسمع الكلمة دي كتير جدا، وانه في ناس بتحقن دهون، بتاخد دهون من جسمها من اماكن يعني وتحقنها في اماكن تانية وتعمل تغيير لشكل جسمها خالص، بنشوفها كانت حاجة وبقت حاجة تانية خالص يعني مختلفة. هنعرف ايه الايجابيات والسلبيات بتاعت العملية دي، وبتنفع لمين، والنتائج بتاعتها بعد قد ايه، وتفاصيل كتير جدا عن عملية نحت القوام وتنسيق القوام عن طريق شفط الدهون مع ضيفنا العزيز دكتور أيمن أنديل استشاري جراحة التجميل في المركز الطبي. أهلا يا دكتور أيمن. يعني إيه بقى نحت قوام؟ هو يفرق عن تنسيق القوام؟ لا ما يفرقش. لا ما يفرقش. بس هو نحت القوام يعني بنستخدم كذا أسلوب، كذا طريقة في أماكن تجمع الدهون بنشيلها، أماكن اللي ناقص فيها الدهون بنحط فيها دهون، ممكن نستخدم كذا تقنية مع بعضها، ممكن نستخدم شفط دهون مع شد عضلات مع فيزر، يعني ممكن نستخدم كذا طريقة مع حقن دهون في حتة تانية. الصورة دي ايه؟ دي صورة الأماكن اللي ممكن ان احنا نعمل لايبوسكشن أو شفط دهون منها. اللي هي ايه بقى؟ اللي هو منطقة الإيد، الدراع من فوق والبطن. معنا صور تانية ولا دي بس؟ فوق الصورة وتحت الصورة الأرداف. طيب يعني أكتر البريست بتاع الراجل ممكن يتعمل له برضه شفط دهون. أكتر الأماكن اللي ممكن تجيب نتيجة كويسة قوي في شفط الدهون، وأكتر الأماكن اللي ممكن تجيب نتيجة كويسة قوي في حقن الدهون. أكتر أماكن بتجيب نتيجة كويسة في شفط الدهون هي منطقة البطن والوسط. البطن اللي هو المحيط بتاع البطن ده. دي احلى حاجه في شفط الدهون. ده تقريبا احسن واحسن حاجه بقى في في
زي الحاله دي مثلا كده، دي في ليها جناب، بنشفط الجناب والبطن. ده قبل وبعد العمليه. ده راجل عنده برضه بطن وكرش ودهن كتير كتير وجناب وصدر. بيبان طبعا كل ما عمل شفط ده برضه. دي حلوه قوي برضه، ده منظر يعني مش ظريف اللي هو الاولاني ده قبل العمليه. طبعا بعد العمليه بعد شفط الدهون بيتغير خالص يعني. اذا اكتر الاماكن انتشارا في شفط الدهون او بتجيب نتائج كويسه قوي زي ما احنا شفنا في الصور هي محيط البطن كله. محيط البطن. طب البطن دي انتوا بتاخدوها بقى من قدام بس ولا الجناب كمان والظهر؟ لا، من قدام ومن الظهر ومن فوق. من الظهر من فوق من عند السكابلا. يعني البطن دي شامله بقى الحاجات دي كلها. صح؟ تمام. والوسط، الوسط مهم جدا. ده بالنسبه للسيدات طبعا. الوسط مهم جدا. لا والرجاله برضه. والله؟ يعني شيب، يعني بيتعمل شيب. بيتعمل شيب يعني الوسط ده حاجه برضه شكلها بتبقى كويس يعني. طيب اكتر الاماكن بقى الكويسه في حقن الدهون؟ الباتوك، الهانش، او دي يمكن اكتر حاجه بتطلب يعني. اذا كان في بقى ديفو موجود في بريست او بس ديفو لكن مش تكبير يعني، عيب عيب بسيط، عيب خلقي مثلا. عيب خلقي او مكان جرح ورم صغير متشال، ممكن ان احنا نظبطه بحقن الدهون. طب انا عاوز اعرف العمليه بتتم ازاي؟ يعني واحده جايه لك دلوقتي مقاييس جسمها كلها مش مظبوطه خالص، وقالت لك عاوزه اعمل نيو لوك، انا عاوزه اتغير، عاوزه شكلي يبقى حاجه ثانيه خالص، ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني في خطوات قبل العمليه، في حاجات بتعملوها في العمليه، ازاي بتفصلوا يعني بتعيدوا حقن الدهون مره ثانيه؟ وهل بيبقى في طريقه ثانيه للامان في طريقه الحقن يعني مره ثانيه؟ طبعا احنا بنحط خطه لعلاج الشكل ده، بنشوف الديفوهات موجوده فين، العيوب موجوده فين، سواء كانت عيوب نتيجه لزياده الدهون او عيوب نتيجه لنقص الدهون. بنحدد الاماكن دي وبنشوف كميات الدهون اللي احنا هنسحبها، هل هتقضي تصليح الاماكن اللي نقص فيها دهون، وبنتفق بنشرح للعيانه او للعيان ايه اللي هيحصل بالظبط. لما بنسحب الدهون دي اصلا بنعمل عليها شويه اجراءات، بنشيل منها الشوايب وطبعا لازم تكون في تعقيم بعدين تكون كامل. بيور يعني تكون لازم تكون مش مختلطه بميه او سوائل او دم او اي حاجه. لا لا، ما احنا بنحطها في جهاز سنترفيوج بنشيلها، بنشيل منها الشوائب، وكل حاجه بتتعمل بتعقيم كامل. وبنحطها في سرنجات وبنحقنها في الاماكن المطلوب انها تتحقن فيها. طريقه الحقن بتبقى ازاي؟ يعني بتبقى في خطه كده للحقن يعني؟ طبعا السيمتريه في الحقن. السيمتريه في الحقن دي اهم حاجه في الموضوع. يعني ما ينفعش مثلا احقن سرنجتين في ناحيه وسرنجه واحده في ناحيه ثانيه. لازم كميات تكون متساويه وتتوزع ما بين الخلايا وبعضها، ما تبقاش متكتله في حته واحده. يعني ما بين الخلايا الدهن اللي موجوده اصلا بنحشر في وسطهم. هو انتوا بتحقنوا بين الخلايا ولا تحت الجلد ولا؟ ما هو تحت الجلد، ما هو تحت الجلد في الدهن. احنا بنحقن ما بين الدهون، ما بين الدهن وبعضه عشان يدخل في بعضه يعني. عشان يدخل في بعضه، ما نحقنش كتله واحده كده. لان كتله واحده كده مش هيوصل لها الدوره الدمويه بتاعتها. يعني هي لازم الدهون اللي بتتحقن دي تتحقن في اماكن بحيث ان يوصلها الدوره الدمويه. لازم يوصلها بحيث انها تبقى من الجسم يعني. لازم الدوره الدمويه توصلها الاول. اوكي. عشان كده لما بنحقن دهون بيبقى المنظر كبير شويه، بعد فتره الميه بتمتص اللي في الدهون دي وبعدين ترجع تملى تاني. يعني الكيرف بيوطى وبعدين يعلى تاني. اوكي. يعني في ناس بعد الحقن تبص تلاقيهم مثلا يقول لك ده زياده شويه. احنا بنزود شويه. انتوا بتزودوا شويه؟ بنزود شويه. لان بيبقى في ميه ما بين الخلايا وبعضها، في سوائل وفي ميه الجسم بيمتصها. بعد ما الجسم بيمتصها والخلايا الدهنيه دي تاخد دوره دمويه ترجع تتملي دهن تاني، فترجع تكبر تاني.
دايما هي النتيجه النهائيه بتبان بعد قد ايه لاي عمليه تجميل؟ يعني لاي عمليه سواء شفط او شد او حق تبان يعني تاخد احلى نتيجه امتى؟ لا احلى نتيجه مش اقل من 3 اشهر. يعني بعد 3 شهور اقل حاجه 3 شهور. لان علامة الخلايا بتاخد الدوره الدمويه بتاعتها وتتملي الدهن زي كنا بنحقن يعني في الحقن ده لو الحقن فشفط الدهون شهر فالشفط شهر برضو في التامي تاك او في شد العضلات والحاجات دي برضو شهرين تقريبا يعني. طيب العمليه دي يا دكتور لو حد واحده جايه لك بتقول لك انا عاوزه اشيل دهون من هنا واحطها هنا تاخد وقت قد ايه دي في اوضه العمليات؟ وهل هي بتبقى متعبه يعني عمليه متعبه ولا تقدر تتحملها؟ لا لا العمليه ما فيهاش اي تعب خالص نهائيا ده الجرح بيبقى ما فيش نص سنتي ف وما فيش اي وجع ما فيش اي بين ما فيش اي ولا لا لا بسبب الحقن ولا بسبب الشفط. يعني وبتاخد مثلا ساعه ساعتين حسب كميه اللي احنا كميه السحب اصلا يعني ممكن نشفط دهون كميات كبيره بس نحقن كميات قليله. كميات كبيره قد ايه؟ اقصى كميه قد ايه؟ لا اقصى كميه من خمسة لتر يعني اقصى كميه. 5 لتر؟ 5 ل 6 لتر نسبه كويسه برضو. لا هي يعني مش مفروض تزيد عن كده. طب ما في ناس عندها دهون اكتر من كده بكتير. لا ما يعني في ناس عندها دهون يعني 5 دي لا يعني لا يبقى ليهم عمليات ثانيه. يبقى ليهم عمليات تانية وبروسيجرز تانية ممكن يعني الصور احنا شفناها دي كانوا اقل من 5 لتر؟ خمسة يعني دول اصل الدهن خفيف الدهن وزنه خفيف الدهن اخف من المية. يعني الدهن بيعوم فوق المية. فالدهن وزنه خفيف يعني كمية دهن كبيرة قد كده ممكن تبص ليها نص كيلو يعني وزنها خفيف. يعني تقصد 5 لتر دول بيبقوا كمية كمية يعني. كمية طبعا. اللترات بتاعتنا ولا اللترات بتاعتكم؟ اكتر من كده يعني بيبقى مش كويس للعيان لان احنا بنسحب الكترولايتس وحاجات مهمة اثناء السحب. طب هي 5 لتر في العملية الواحدة ممكن تعمل عملية تاني بعد كده؟ طبعا ممكن تعمل يعني ده عادي. ممكن نعمل يعني نعمل كذا منطقة في جلسة واحدة. ممكن نعمل في جلستين مناطق متعددة يعني. يعني حسب توزيع الدهن في الجسم. طيب العمليات دي يا دكتور بتجيب نتيجة أحسن مع الرجال ولا مع السيدات؟ مع أنا عارفة إن الستات مقبلين قوي على العمليات طبعا الستات طبعا يعني بس في رجالة طبعا برضو هي بس عيب الرجالة إن بعض ساعات بيكون معاها كرش بطن. دي بتبقى دهون داخلية بتهيألي. لا ده بيبقى العضلات هي اللي كبرت ما بقاش بقى موضوع دهن بس فاحنا بنشيل الدهن وبنكتفي بكده الا اذا كان العيان عايز يعمل تامي تاك. في رجال بتعمل تامي تاك؟ طبعا في رجال بتعمل تامي تاك وبتجيب نتيجه كويسه. اكيد هي العمليات التجميل عامه بتجيب نتيجه كويسه جدا يعني خاصه انه بعد التكنولوجيا اللي بقت سهله جدا سهلة يعني سهله ومش مخيفه ومش مقلقه حضرتك العيان بيخرج تاني نفس اليوم يعني بعد يعني 12 ساعة يعني مش هيتعطل في حاجة ولا هي لا 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 وبعدين بقى في وسائل للأمان كتير جدا سواء من فترة النقاهة أو سواء من البنج حتى المستخدم سواء من الأدوات نفسها المستخدمة يعني تكنولوجيا لا لا بقى الموضوع بقى بسيط جدا بالنسبة للعيانة وبقت تخرج نفس اليوم تاني يوم الصبح بالكتير إذا كانت عمليات تامي تاك أو كده وما الموضوع مفيش وجع خالص مفيش بين خالص أصلا بتلبس بس كرسي لفترة معينة وخلاص. أنا بشكرك يا دكتور أيمن على وجودك معانا النهارده ضيفنا العزيز دكتور أيمن أنديل. ميرسي يا باشا. ميرسي لحضرتك هنروح لفاصل لسه عندنا فقرة أخيرة بعد الفاصل استنونا. ميرسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم. يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar,
كولاجين سيراميد and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دايما بقول انه البشرة هي المرآة اللي بتعكس كل حاجة فينا, سواء بقى حالتنا النفسية او حالتنا الصحية او حتى حالتنا الاجتماعية, يعني سواء الشخص ده مثلا مهتم بنفسه مش مهتم, فاضي ان هو يعني مش فاضي, يعني عنده وقت ان هو يهتم بنفسه او ما عندوش وقت. الشخص ده هل هو بيعاني من امراض او مشاكل داخلية ولا لا, الشخص ده نفسيته كويسة ولا عنده مشاكل نفسية وضغوطات نفسية كتير. فالبشرة دايما هي المراية, لو لقينا نفسنا زهقانين شوية بيبان على وشنا, لو لقينا نفسنا مثلا تخنانين شوية بيبان على وشنا, لو لقينا نفسنا خسين شوية بيبان على وشنا, لو لقينا نفسنا عيانين او عندنا اي تعب او ارهاق او برضو بيبان على وشنا. فالجلد الوش ده البشرة دي مهم جدا ان احنا نعتني بيه ونديله كل غذاء وكل اهتمام, لانه ده اللي بيبين احنا عاملين ازاي من جوه, من جوه بقى سواء وجدانيا يعني او نفسيا او ماديا واجتماعيا. والاهتمام بالبشره ما بيقتصرش على السيدات بس, لا في رجال كتير جدا بتهتم بشكلها وبتهتم ببشرتها, وده شيء كويس شيء صحي يعني جدا. احنا دايما بيقول لازم نهتم بوشنا وبجلدنا ونشوف ايه الجديد وندور عليه ونحاول لو قدرنا ان احنا نستخدمه. ما بقولش ان احنا ندي وقت طويل للموضوع ده, 10 دقائق في اليوم ده وقت كافي جدا ان احنا يعني نعيد شباب بشرتنا, لانه طبعا البشرة المشرقة دي علامة من علامات الجمال او الوسامة سواء عند السيدات او عند الرجال. دايما بنتكلم في فقرتنا دي عن الراعي الرسمي للجمال والسبب الرئيسي في حلاوة السيدات اليومين دول, ماسي دورو جولد اللي هنعرف تفاصيل اكتر عنه مع ضيفتنا العزيزة المنورانا النهاردة دكتورة دينا أبو سعود المدير الطبي لشركة ماسي فارم. أهلا, إزيك يا دكتورة دينا؟ الحمد لله. إيه الأخبار؟ كله زي الفل. يمكن البشرة هي مراية فعلا, لو الواحدة زهقانة شوية بيبان على وشها, لو الواحدة عيانة بيبان على وشها, لو مهملة في نفسها هيبان على وشها, لو عيانة أو عندها أي حاجة مرضية برضو هيبان على وشها. فلازم ان احنا بقى الدنيا ما بتخلاش, يعني الدنيا مش هتخلى من الصعوبات والضغوطات والتعب, بس بقى نواجه ده بان احنا ايه نهتم بقى شويه بالوش ده, هو ده اللي احنا بس لازم نهتم بيه. صح, فعلا يا يمنى, ماسي دورو جولد عالج مشاكل كتيره قوي عند الستات في البشره, عالج مشاكل كتيره قوي عند الرجال. ماسي دورو جولد فعلا على طول بنقول الراعي الرسمي للجمال, لانه حقق نجاح كبير, حقق طفره كبيره جدا في عالم التجميل. فعلا زي ما قلتي ما فيش حد بيخلو من مرض معين او مشكله نفسيه,
كله بيبان على البشرة. ازاي نقدر نخلي بشرتنا على طول صحية؟ ازاي نقدر نخلي بشرتنا فيها نضارة ما يبانش عليها علامات التقدم في السن؟ يعني ماسي دروجولد اتصنع في 6 سنين ابحاث عشان ما نخافش من الزمن، ما نخافش من علامات التقدم في السن، ونستخدمه مهم جدا من سن صغير عشان نعمل وقاية حتى لو ما عندناش مشكلة. على طول بقول ماسي دروجولد يستخدم من سن 20 سنة او حتى 18 سنة عشان ما نعالجش المشكلة لما تطلع. يعني المشكلة على طول بنقول الوقاية خير من العلاج. ماسي دروجولد على طول بنقول يعني ايه 3 في 1، يعني منتج تجميلي وعلاجي ووقائي في نفس الوقت. يعني لما واحدة تيجي عندها 18 سنة ولا 20 سنة وتقول انا عايزة اجيب ماسي دروجولد، وتلاقي مامتها بتقول لها يا بنتي انت لسه صغيره، انت هتتعودي على الحاجات دي من دلوقتي. ايوه انت ليه تتعودي على الحاجات دي من دلوقتي، ما انت زي الفل اهو ما فيكيش اي حاجه. ده صح، هو ماسي دروجولد مش موضوع انها تتعود على الحاجات دي من دلوقتي، ده كريم. اصلا كل دكاتره، معظم دكاتره الجلديه بينصحوا ان احنا نحط كريمات فيها مضادات اكسده من سن 20 سنه، فيها كولاجين، فيها سان بلوك. لكن ماسي دروجولد الحلو اللي فيه ان هو لامم كل الانجريدينتس دي في علبه واحده. فهو مش فيلر او بوتوكس الواحد هيتعود عليه. لان طبعا حقن الفيلر والبوتوكس لازم كل 6 شهور تحقني. ماسي دروجولد بيعالج لك التجاعيد والبقع ومشاكل كتيره جدا في البشره، وكمان بعد ما بيعالجها بيعمل وقايه. يعني وانس انك انت خلصتي الكورس في اوريدي هو مضادات اكسده، فبيشتغل از انتي ايج، يعني بيعمل وقايه من ظهور علامات التقدم في السن مره اخرى. يعني الصغيره مش هيخليها تعجز بسرعه لو هي اتعودت ان هي تستخدمه، ودي حاجه مش وحشه انها تتعود تستخدم حاجه يعني فخمه وحاجه كويسه لبشرتها، مش هيخليها ان هي تعجز بسرعه او يبان طبعا عليها السن بسرعه، هيأخر صح، بشكل كبير جدا طبعا. ده بالنسبه للي ما عندهاش مشاكل. بس معظم الناس عندها مشاكل، يعني هي حتى لو ما عندهاش تجاعيد هتلاقي عندها هالات سودة، هتلاقي عندها بشرتها غامقه مش فاتحه مثلا، هتلاقي عندها بقع صح مكان حبوب. فهو الحلو اللي فيه انه لامم كل المكونات اللي تقدر تعالج كل المشاكل، كل مشاكل علامات التقدم في السن. حتى العلبه مكتوب عليها السكس اكشنز، يعني مكتوب طبعا المشاكل اللي بيقدر يعالجها ماسي دروجولد في العلبه يمنى. فمهم قوي اقول ان هو في المقام الاول انتي رينكل، يعني ناس كتير معقوله كريم يقدر يقاوم التجاعيد؟ ماسي دروجولد الحل الامثل للتجاعيد. تاني حاجه انتي ايج، يعني محارب لشيخوخه البشره. تالت حاجه وايتنينج، كل الناس عايزه تفتح ويبقى عندها نضاره، ده مع ماسي دروجولد لانه بيقدر يعالج الهالات السوداء، النمش، حتى كلف الحمل. يمكن سيدات حوامل كتير بتعاني من الكلف، بيقدر يعالج كلف الحمل. موسترايزنج، مهم قوي ان احنا نرطب البشره، لان طبعا البشره الجافه بتعاني على طول من وش شاحب وتشققات. ماسي دروجولد بيقدر يرطب البشره. كمان نورشنج، بيعمل نضاره. النضاره دي بنشوف نتيجه النضاره من اول دهنه. هي ماسي دروجولد بيديني نتيجه من اول دهنه؟ بيدي. النتيجه نتيجه النضاره. فيس ليفتنج طبعا مهم جدا اقول ان كريم ماسي دروجولد بيشد البشره لانه بيحتوي على ماده السيراميد. السيراميد هي المسؤوله عن شد البشره. طبعا احنا عارفين انه ماسي دروجولد، ويمكن خلاص كتير من الساده المشاهدين عرفوا، ذهب كله ذهب. هو فكرته ان هو بالذهب. صح. انا عاوزاكي تقولي لي ايه هي مميزات الذهب؟ ايه اللي لما نحط ذهب على وشنا هيحصل وشنا؟ من اهم مميزات الذهب ان هو بيدي نتيجه على البشره من اول دهنه، لانه بيعلي جدا الدوره الدمويه، بينشط الدوره الدمويه، فبتلاقي نضاره من اول دهنه. طبعا ليه مميزه، ميزه مهمه قوي ان هو بيشتغل از ديتوكس، يعني بيفلتر البشره، بينضفها، بيشيل كل الامبيوريتيز والشوائب والسموم اللي احنا بنتعرض لها يوميا مع الهواء في البشره. ليه اكشن مهم قوي انه انتي رينكل، يعني بيقدر يعالج التجاعيد. كمان ليه اكشن مهم قوي ان هو انتي ايج، بيحارب علامات التقدم في السن لانه بيحتوي على مضادات اكسده. الذهب ليه ميزه مهمه جدا جدا ان هو بيحفز على انتاج الكولاجين في خلايا الجلد السفليه. يمكن مع التقدم في السن بيحصل ديستراكشن ليفل للكولاجين. طبعا الذهب بيحفز على انتاج الكولاجين وبيقلل بيقلل، هو اوريدي بيحصل له ديستراكشن، فهو بيقلل تبطيئه من الديستراكشن ليفل في الجلد. كمان ليه ميزه مهمه قوي التفتيح. الدهب بيقدر يعالج الهالات السوداء، النمش، البقع، لانه بيشتغل على الميلانين كمان. الميلانين اللي هي الميلانين اللي هي الحاجه اللي بتسبب التصبغات. طبعا في ناس عندها بتبقى الموضوع ده افراز الميلانين ده زياده شويه عن ناس تانية، فبالتالي بتلاقيها لو تعرضت لشويه شمس اغمقت، لو وقفت قدام سخونه او
صح. البوتاجاز مثلا تغمق ده بيحصل على فكره طبعا، يعني في ناس تقولك انا قاعده في البيت وبغمق ده بجد، هي اوريدي بيبعتولي ما بيخرجوش بيقولك انا بغمق لوحدي كده اوريدي الجو نفسه. وبعدين احنا عندنا دلوقتي تغيير فصول، فعلا بيحصل مشاكل كبيره جدا في البشره. فماسي دروجولد فعلا بيقدر يفتح البشره ويعالج الغمقان ده، لان الدهب بيشتغل على الميلانين، بلس ان الكافيار كمان وايتنينج ايجنت عالي جدا جدا جدا. طيب عاوزين نعرف ايه المكونات التانية اللي في ماسي دروجولد؟ يعني احنا قلنا الدهب وقلنا الكافيار والسيراميد المسؤول عن شد البشره. ايه تاني بقى اللي من العناصر اللي ممكن تكون فعاله؟ هم 56 احنا عارفين طبعا 56، بس على طول بنتكلم على ابرز العناصر. اول طبعا بلس الذهب والكافيار والذهب والكافيار والسيراميد، عندك الهايلورونيك اسيد، دي ماده الفيلر اللي هي الماده الموجوده اوريدي في حقن الفيلر. دي ماده مهمه جدا يا يمنى للبشره، لان هي انتي رينكل من الدرجه الاولى، بتعالج التجاعيد، بلس انها مرطبه هايله، لان الماده دي بتقدر تمتص الميه وتوزعها بعد كده على حسب احتياج البشره للميه. طبعا ماسي دروجولد بيحتوي على كولاجين، كلنا عارفين اهميه الكولاجين. الكولاجين بروتين اساسي لصحه البشره، للامعان البشره. فماسي دروجولد بيحتوي على كولاجين بكميه كبيره جدا، بلس طبعا ان كمان الذهب والكافيار بيحفزوا على انتاج كولاجين من خلايا الجلد السفليه. ماسي دروجولد بيحتوي على سان بلوك، دي يعني الصبح ده كويس ان احنا نستخدمه جدا. يعني ماسي دروجولد الماده اللي بتقدر تحمي بشرتنا من اشعه الشمس الضاره هي ماده التين اوكسايد او التيتانيوم دايوكسايد، دي موجوده بكميه كبيره جدا في ماسي دروجولد. وكمان ماسي دروجولد ليه سر تركيبه، ان مع كل ضغطه فيها كل المكونات دي. يعني مفيش حاجه تترسب تحت، مفيش حاجه يعني كل ضغطه صح. فيها كل 56 حاجه، فيها 56 مع كل ضغطه هتشوفي جزيئات الذهب. يعني انت كل ضغطه مش معنى ان الذهب بارتكلز اتقل هتبقى مترسبه تحت، لا. هي اوريدي اتعملت بسر تركيبه، فطبعا هو منتج ايطالي الصنع، المصنع عمله بسر تركيبه وكالكوليشنز لكل الانجريدينتس دي، انك انت مع كل ضغطه فعلا بتلاقي 56 مكون وبتشوفي جزيئات الذهب على بشرتك. طب دلوقتي بنقول ان هو في الحاجه بتاعت الماده اللي في الفيلر والحاجه اللي في البوتوكس، هو يتعارض بقى مع الناس اللي بتحقن بوتوكس وفيلر، ولا هو ممكن يغني ناس كتير عن بوتوكس؟ هو ماسي دروجولد لا يتعارض اطلاقا. طبعا على طول بنصح اي حد بيستخدم او بيحقن فيلر وبوتوكس بنستخدم ماسي دروجولد معاه. طب انا بحقن فيلر وبوتوكس ليه استخدم ماسي دروجولد؟ عشان اولا ماسي دروجولد فيه مواد مهمه جدا مش موجوده في الحقن، ثانيا بيطول مده الحقن وبيعزز مفعول الحقن. ماسي دروجولد يقدر يغني عن حقن الفيلر والبوتوكس في حاله التجاعيد السطحيه او الخطوط الرفيعه. في حاله التجاعيد العميقه ومش عايزين نحقن فيلر وبوتوكس، اوريدي ماسي دروجولد هيحسن الشكل بنسبه كبيره جدا جدا. لو انا عندي تجاعيد عميقه ومش عايزه استخدم فيلر وبوتوكس، طبعا بنصح ان احنا نكرر كورس ماسي عشان نعالج التجاعيد العميقه معالجه نهائيه. طيب احنا نروح لتقرير ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. ماسي دروجولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دروجولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دروجولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Duro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Duro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Duro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Duro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Duro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد
من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. شفنا ان في فروع كتير في التقرير، معنى كده ان التواصل معاكم سهل طبعا. طيب تقولي لي الفروع بتاعتكم فين بقى؟ شركتنا الرئيسيه الشركه الام متواجده في ايطاليا ماسي فارم ايطالي، شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها القاهره مصر، عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الامارات، شركتنا الثانيه في دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات، قريب هنفتح في امريكا ماسي فارم امريكا مقرها فيلادلفيا امريكا. كل الناس دي تقدر تتواصل من خلال ارقام التليفونات بس فقط، لسه ما قررتوش ان انتوا تخلوه في الماركت؟ ما اعتقدش ان شركه ماسي هتنشره في الماركت اطلاقا، هو ماسي دورو جولد فقط وحصري عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه بلس طبعا صفحاتنا اللي على السوشيال ميديا. ما حدش هيلاقيه خالص، لان كتير بيقولوا احنا بننزل الماركت ندور في اي كوزماتيك سنتر. ماسي دورو جولد طبعا تسهيل لكل عملائنا الكرام، ان هم اي حد بيتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه المنتج بيوصل في نفس اليوم، فدي حاجه مهمه قوي. بلس طبعا منع للتزييف والغش التجاري. التراخيص حاجه مهمه جدا في اي حاجه، ان يعني لما نيجي نشتري اي حاجه ده مهم جدا ان احنا نبص على طبعًا الترخيص بتاعها، معنى انها اخذت الترخيص ان هي ما عدتش بالساهل، يعني ان هي اختبروها وجربوها وعرفوا نتائجها. صح. فماسي واخد ثلاث ترخيص من ثلاث حاجات، من ثلاث جهات مختلفه. اول حاجه مرخص من وزاره الصحه المصريه، ثاني حاجه مرخص من دول الاتحاد الاوروبي، ثالث حاجه مرخص من الامارات حكومه دبي. امن جدا، ملوش اي اعراض جانبيه ولا اي سايد افكتس. طبعا امر بمراحل طويله، لا خلي بالك التراخيص دي بتاخد شهور وفتره طبعا طويله عشان يدونا الترخيص. وكمان لازم انوه ان رقم ترخيص وزاره الصحه المصريه مكتوب على كل علبه، يعني ان اي عميل من عملائنا يقدروا يشوفوا رقم الترخيص وزاره الصحه المصريه بلس ان احنا بنعرضه يوميا على الشاشه، في حاجه امنه جدا. يستخدم للسيدات الحوامل من بعد الشهر الثالث. طب والنتيجه؟ في ناس كتير ممكن تقول لك طب النتيجه بقى هتبان امتى؟ انا هحس امتى ان انا حصل لي الحاجات اللي انتوا بتقولوها دي؟ حلويت وشي بقى حلو ومنور؟ لا هتشوفي طبعا، وبشرتي فتحت والتجاعيد بدات تروح، امتى هحس؟ هي الحلاوه بتشوفيها على طول من اولها، يعني على طول بقول ماسي دورو جولد بينشط الدوره الدمويه، فبتشوفي نتيجه النضاره من اول دهنه. لو هنتكلم على تجاعيد، على بقع، على هالات سودا، ما اقدرش يعني اقول من اول شهر هتشوفي ان كل حاجه راحت، كل بني ادم استجابت بشرته غير الثانيه، لكن اكيد طبيعي انك هتشوفي تحسن اول شهر، كل شهر بتشوفي تحسن عن الشهر اللي قبليه لغايه ما بتخلصي الكورس. الكورس بيقعد على الاقل 6 شهور معاكي، يعني بعد الشهر الخامس بتشوفي تحسن ملحوظ في كل علامات التقدم في السن. مهم قوي اقول ان ماسي دورو جولد، لان كتير سالوني هل بيعالج البهاء؟ لا يعالج البهاء ولا يعالج الحبوب النشطه. طيب هو كورس، يعني ايه كورس؟ معنى كلمه كورس علاجي تجميلي ايه؟ يعني هو في ناس بتفتكر ان لما تفتح العبوه هتلاقي بقى حاجات كتير، كل حاجه لحاجه. لا، ده ماسي دورو جولد هي عبوه واحده بنقول عليه كورس، لان هو جواه 56 مكون. طبعا بنلاقي حاجات في الماركت بالكافيار بس، بالسيراميد بس، بالهيالورونيك اسيد بس، بالكولاجين بس، فطبعا لما بتحطي كل المكونات دي بسر التركيبه، عشان كده احنا على طول بنقول ان هو كورس كامل. سهل قوي انك انت تحطيه مره الصبح او مره بالليل، لو هنحط مره واحده بس بيبقى بالليل. ليه بقول بالليل؟ ان سرعه استجابه البشره يومنا بالليل اعلى بكتير من الصبح. عشان كده بنعتبر ماسي دورو جولد كورس كامل لعلاج كل علامات التقدم في السن، يغنيكي عن الدي كريم، يغنيكي عن النايت كريم، يغنيكي عن الكريم بتاع الهالات السوداء تحت العين، يغنيكي عن كريم للتجاعيد، يغنيكي عن كريم التفتيح، يغنيكي عن كريم للرقبه. هو في
كل الانجريدينتس في عبوه واحده. عشان كده بنقول ماسي دورجولد فعلا يعتبر كورس كامل. وماسي دورجولد يقدر يخليكي تبدي اصغر سنيا او شكليا 10 سنين. 10 سنين فرق في الشكل. اه طبعا هو ده الشعار بتاعكم طبعا. يعني ايه 10 سنين فرق في الشكل؟ يعني التجاعيد بتبينك اكبر، الهالات السوداء بتبينك اكبر، النمش، الاجهاد البشري بيبقى شكلك فعلا كبر. ماسي دورجولد انت بتكبري في البطاقه بس، لكن على الحقيقه شكلك حلو وزي القمر وعندك كاريزما وثقه بنفسك عاليه جدا جدا جدا. اذا الفكره في انه لما تعالجي مشاكل بشرتك اكيد هتبني اصغر. يعني لما الواحده ده لما الواحده بتحط شويه ميك اب حتى، يعني مش هقول لك انها بتعالج بقى من الاساس. والميك اب من المعروف ان هو يعني حاجه بتاعت وقتها، بتداري وخلاص، مش علاج، هو بيداري. وكل واحده عارفه مش مشكله بشرتها ايه وبتلجا للحاجه اللي تداري العيب ده، لكن هو ده مش الاساس طبعا. فانا بقول لكم لما الواحده بتحط شويه ميك اب بتبان بقى انها محلوه وشكلها متغير ومش عارفه ايه وبتاع. تخيلوا بقى انت بتحطي حاجه بتغذي بيها بشرتك، بتحطي حاجه انت يعني بتحسني بيها الخامه بتاعت جلدك نفسها، بدل ما يبقى اي حاجه بتاثر فيه، اي حاجه ممكن تتعبه او تاذيه او بتاع، لا انت بتخليه يعني ماسك نفسه ما يتاثرش باي حاجه. مهما كبرتي انت ما يبانش عليكي بسرعه زي غيرك ما يبان عليه. صح. فهي دي الفكره، انه لما تستخدمي حاجه تعالج كل ده وتحافظ، طبيعي انت طبعا شكلك هيصغر 20 سنه كمان، مش 10 سنين. يعني مش 10 سنين بس. صح. وعايز اقول لك يا يمنى، ممكن لو سيده مش مهتميه مثلا ببشرتها، لو مثلا كبرت شويه في السن، لو حد سالها انت كام سنه ما تقولش، لكن هو قليله اللي بيقول اصلا. لكن لا، بس فعلا اللي مهتميه بنفسها بتقول ايه ده، فالناس ما يبانش عليكي سن. فدي مهم جدا ان احنا نستخدم ماسي دورجولد، نعمل وقايه ويفضل شكلنا صغير وشباب دائم. لان طبعا الذهب اكسير الشباب الدائم، معروف ان الذهب اكسير الشباب الدائم، وجزيئات الذهب عيار 23 موجوده مع كل ضغطه من ضغطات ماسي دورجولد. في سن معين للاستخدام؟ يعني مثلا لو واحده كبيره شويه في السن تقول لك لا هو مش هيعمل معايا حاجه. ده عندنا عملاء كتير كبار سنة شويه في السن، يعني عندنا عملاء 70 و60 بالعكس، وبيكرروا يا يمنى. يعني انت وانس انك حبيتي كريم خلاص بتبقي حابه تكرريه. بالعكس، احنا عندنا عملاء من جميع الاعمار، مش مقتصر على سن معين. طيب احنا عاوزين نعرف طريقه الاستخدام بتكون ازاي، وهل طريقه الاستخدام دي بتصلح لجميع انواع البشره؟ طبعا ماسي دورجولد صالح لجميع انواع البشره، البشره الدهنيه والجافه والمختلطه والعاديه وكمان الحساسه. طريقه الاستخدام سهله جدا، احنا بنضغط 3-4 ضغطات على كف ايدينا، اكيد هتظهر على الشاشه دلوقتي، بنوزعه على الوش طبعا تحت العين، مناسب جدا. مساج فيري جنتل، مساج من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه، لان ماسي دورجولد بيشد البشره. اول ما بنحط ماسي بنحس بشويه سخونيه خفيفه جدا نتيجه تنشيط الدوره الدمويه، الجبهه من تحت لفوق والدقن من تحت لفوق، ما ننساش الحته اللي بين المناخير والبق، لان كتير قوي بنات بشوفها بتعاني من اسمرار في الحته دي او حوالين البق، الرقبه كمان من تحت لفوق. طبعا دي نتيجه ماسي دورجولد من اول دهنه، البنت مش حاطه نقطه ميك اب. اول ما حطت ماسي دورجولد وشها نور، وشها بقى فيه نضاره، فيه لمعان، وفيه بريق الذهب فعلا، لان على طول بنقول فعلا جولد از جولد. والدهب بيبان على الوش قوي فعلا، يعني بيبقى باين على الوش. حتى لما بننام نصحى من النوم بلاقي لسه في بيستخسروا بقى، بيستخسروا الناس العملاء يقولي احنا مش هنغسل وشنا، ده في لسه في ذهب. ازاي يعني؟ فلا ذهب ذهب، لان حتى مع المنتج مع كل علبه فعلا تصدقي الواحد يعني دهب. بيبقوا زعلانين. ايوه انا بشوف كده. فبقول لهم لا مفيش مشكله، انت اوريدي بتغسلي بشرتك، هي اوريدي ماسي دورجولد البشره بتمتص منه 5% من الميه يوميا، فاوريدي اللي موجوده على طبقه الجلد اللي بره انت بتغسلي وشك مفيش مشكله، هو اوريدي البشره امتصت القدر الكافي. ما نضغطش اكتر من 5 ضغطات في المره، يعني ما نغرقش الوش كده خالص. يعني بعدين هو بيمتص بسرعه. طبعا ما بيسيبش اي، ما تحسيش ان انت وشك بيلمع كده او مزيت خالص. دي ميزه من مميزات ماسي دورجولد، ان هو اكوا بيز مش اويل بيز، وان كل البارتكلز نانو،
مفرومه وصغيره جدا وتقدر تخترق البشره، فما بيسيبش اي جريزي ريزيدو على السكن اطلاقا. الرجال اللي بينطبق عليها نفس الكلام برضو؟ اه طبعا عندنا عملاء من الرجال كتير جدا، رجال بقت تهتم بشكلها وتهتم ببشرتها، رجال كتير من العملاء تعالج لهم الهالات السوداء، تعالج لهم النمش والتجاعيد، بالذات بيبقى عندهم تجاعيد عند منطقه الجبهه فتعالج لهم التجاعيد دي، وبيبقى عندهم اوريدي بقع كتير في بشرتهم فبخلى بشرتهم لون واحد، فاوريدي عندنا عملاء كتير من فئه الرجال. النمش اكتر حاجه اتبعتت لي في الفتره الاخيره، يعني يوميا بتبعت لي رسائل كتير، بس النمش كتير بيسالوني على النمش. ماسي دروجولد بيعالج النمش معالجة نهائية، لأن النمش ده بيبقى نتيجة إفراز الميلانين زيادة عن اللزوم، كل ما الميلانين بيتفرز أكتر كل ما النمش يبان أكتر. اوريدي احنا كنا في فصل الصيف الشمس بتزود جدا النمش، ماسي دروجولد العلاج الأمثل للنمش لأنه بيقلل إفراز الميلانين وبيرجع إفراز الميلانين لحجمه الطبيعي، فماسي دروجولد فعلا الحل الأمثل للنمش، لكن النتيجة مش من أول مرة يا يمنى. لازم اقول احنا مش هنحط النهارده هنصحى مش هنلاقي نمش، بتشوفي تحسن اول شهر، شهر تاني ايه اللي انا اول اسبوع هحسه؟ يعني ايه اللي انا اول اسبوع هلاحظه على بشرتي بعد استخدام ماسي دروجولد؟ اول اسبوع بتلاحظي نضاره حلوه قوي، بتلاحظي رطوبه، وشك رطب مش جاف. كتير من العملاء حسوا بشد الجلد، شد البشره. فكل النتائج دي من اول اسبوع، من اول شهر بتشوفي تحسن، لو اي حد عنده تجاعيد او بقع او هالات سودا بتشوفي تحسن ملحوظ من اول شهر. بشكرك على وجودك معايا دكتوره دينا، ضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو السعود. حلقتنا خلصت، شوفونا يوميا 3 عصرا والقعده بتكون 8 صباحا و12 مساء، والحلقات كلها على اليوتيوب. اي حد عنده سؤال او استفسار يبعته على صفحتي الشخصيه اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معكم يمنى طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.